مساء الخير، مساء الخير. أوعيكم نمتوا. مساء الخير. بونسوار. مساء الخير عليكم جميعا. أخباركم شنو؟ إن شاء الله كويسين. كيف صحتكم وكيف أخباركم؟ سوري، هي من دخبتة. بصراحة كده بيني وبينكم رمضان دقاني، وهنا طبعا في فرنسا رمضان طويل، يعني عندنا تقريبا الصيام 18 ساعة، وأنا من الناس قاعد أشتغل. يلا شنو، قمت تعبت شوية بصراحة، بمشي الشغل وبجي واسم شنو، يعني بكون الوقت يتأخر كده، أحضر الأكل وكده بكون الزمن فات، يعني عشان كده إنه ما كنت أقدر أطلع أبدا أعمل لايف. طبعا اليوم طلعت عشية أو بالليل، الساعة هسا عندنا الساعة 10 وشوية، ولكن قلت شنو، بكرة عندنا طبعا فيريه اللي هو وطلع، يعني ما عندنا شغل، قلت خلاص أطلع معاكم اليوم، أطلع لايف وأدردش معاكم شوية، أشوفكم أنتوا عاملين كيف وعاملين مع رمضان، بالذات الشباب اللي هنا. رمضان كيف معاكم مع الكونفينمو، مع الحجر المنزلي ده، وكيف أنتوا عاملين؟ عشان كده قلت كده اطلع يعني، وبكره واطلع يعني، اكيد حنقعد في البيت وحننام، عشان كده قلت خلاص هطلع عليكم هالساعة كده لو كانت الدنيا بالليل، لانه كله كده كده على حالتين، هو شنو الدنيا واطلع وبكون قاعدين في البيت، اللي هو الجمعة والسبت والاحد بكون قاعدة في البيت، يعني حاجة سمحة قلت اطلع ادردش معاكم شوية. يا هلا، رمضان كريم، رمضان كريم. كيفكم مع رمضان الشباب الحين والشباب الناس السودان؟ كيف عاملين؟ طمنوني. انا بصراحة دقيت يعني كم يوم ده رمضان دقاني مظبوط، يعني انتوا كيف عاملين؟ كيف عاملين؟ خبروني عنكم، كيف رمضان معاكم؟ الحمد لله، الحمد لله كويسين. طمنوني بس، انا اليوم طالع لايف اطمن عليكم واشوفكم كيفكم وكيف رمضان عامل معاكم وادردش معاكم شوية. ان شاء الله بكرة هعمل الحصة بتاعتي اللي هو كالعادة الفرنسي، لكن اليوم شنو، يوم بس للدردشة ونفقد احوال بعض وكده، يعني ده هو ده الموجب اللي طلعني. بونسوار مساخ كمو سابا وي جافي بيان ميرسي اي فو. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça va aller avec le Ramadan parce que c'était difficile ici en fait en France parce que c'est 18 heures par jour on fait le Ramadan. Dans quelques jours là, j'arrive pas faire le mon live parce que c'était très difficile pour moi par rapport à ça, mais aujourd'hui j'ai fait mon live. C'était à 22 heures. Mais demain, c'est férié, en fait, il n'y a pas de travail. Bah, je suis à la maison. Après, pas de décider à faire mon live. Bonsoir, kif koun? Inch'Allah, kouessin. Ramadan, صعب عندنا في السودان. عندكم صعب؟ الشمس درجة حرارة بتاعتكم كم؟ هرجع لكم جايكم بعد شوية بوضوء عندنا في السودان دي، لأنه شكلها كده الكورونا شدت كتير، يعني أنا ده كمان الموضوع خلاني إنه طلعت اللايف ذاته. الكورونا قالوا في السودان يعني وصلت للحد الأقصى كده، انتوا كده طمنوني الحاصل معاكم شنو ناس السودان ده بالضبط، يعني كنا قاعدين نعمل، قلنا نقول لكم عاملوا حسابكم اسمه شنو، يعني كورونا ما تخلوا، يعني خليكم في الحجر المنزلي وطوق هنا، يعني انه عاملوا حسابكم كتير، لكن انا ما بعرف شو اللي حصل بالضبط امبارح واليوم. في السودان عدد الاصابات علت شديد. اهو قاعد يتكلم عربي، اهو قاعد يتكلم عربي، يعني في ناس انه كي شباب اللي هنا بيكتبوا لي بالفرنسي، انا بحاول ارد لهم بالفرنسي بس، لكن حاول اتكلم اكتر شي عربي عشان انا دارة اسمع اخباركم واخبار ناس السودان الحاصل شنو بالضبط، يعني موضوع الكورونا ده زاد حد ولا شنو، يعني سبحان الله، يعني الحالات الاصابات وصلت ل 442، وفي حالة الاصابة يعني الجملة، واليوم بس قالوا وصل يعني الناس المصابين في الولاية اللي هو في الخرطوم وصلت ل
هناي 67 حالة الوفيات قالوا وصلت ل 31، وقالوا حالة الشفاء يعني وصلت ل 39. الخبر ده صحيح يا شباب؟ شباب شباب ناس السودان اكيد ما نمتوا يعني، صاحيين انتوا لسه كده. طمنوني العددية دي، طبعا العددية دي حسب ما شفت انا في الجزيرة، وزارة الصحة السودانية هي اللي قالت الكلام ده. صحيح الكلام ده صحيح يا شباب؟ شباب ناس السودان بالله طمنوني، طمنوني عنكم كتير. درجة الحرارة في السودان زي زمان، خلي أب. تشرب كافي؟ والله انا عايزة نفسي بالكافي، لسه ما شربت الكافي بتاعي، لكن بعد شوية حامش اشرب. احنا قاعدين نشرب الموية هنا عندنا الساعة 9، يعني هسه عندنا بس الساعة 1 من ما شربنا الموية يعني. شفتوا يعني؟ وتتو يمكن هسه خلاص نصكم خلاص دار اتعشوا ودارين يناموا، لكن نحن يا دوبة حتى عندنا ساعة يعني من ما شربنا الموية. انتوا كده خبروني شو اللي قاعد يحصل يعني. انا زي ما قلت لكم، طبعا احنا كدولة او دولة كسودان مثلا، ما بعرف واحد يقول شنو بصراحة. أنا من الناس اللي ما كتير بحب السياسة، لكن بحب العمل الإنساني أكتر من ما عمل السياسي. لكن يعني خلت حالات الكورونا انفرضت كده في السودان، دي حاجة خطيرة 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 جدا. أنا ما بعرف، المفروض الدولة تقوم بكل واجبها، وزارة الصحة يقوم بكل واجبهم، يقوموا يقفلوا المحلات. يعني هم قالوا وردي احنا قفلنا، طيب في حالة انه هم وردي هم قفلوا الحاجات دي قبل شهر، الكلام ده قاعد يحصل في السودان. كيف اليوم يعني خلال بس في اليوم واحد حالة الإصابات يوصل لمثلا هنا 67 حال، يعني حالة مصاب بحالة الكورونا يعني. دي حاجة خطيرة جدا بصراحة. أنا ما بعرف درجة حرارة وين، اللي هو 31 في السودان. طيب 31 بارد على فكرة، ما سخن كتير يعني. احنا عندنا اليوم، طبعا احنا هنا عندنا في فرنسا امبارح واليوم في مطرة بصراحة، يعني مطرة قاعد تصب في مطرة. لكن اول امبارح يعني خلال من يوم الاثنين اللي فات، نرجع ورا شوية، درجة حرارة كان عندنا 24، 24 يعني، انه 7 درجات زيادة يعني، كان عندنا 24 يعني، كان وضع كويس. مساء النور، مساء النور، اخباركم شنو؟ ان شاء الله كويسين. ساكنة وين في فرنسا؟ ساكنة في باريس، ساكنة في باريس، عاصمة باريس العاصمة. ما بعرف انتو شباب ناس السودان ده نمتوا ولا شنو؟ ولا الزمن اتأخر عندكم شديد، والناس طلعت من اللايفات ولا شنو، او من السوشيال ميديا ولا شنو؟ انا من قبل قاعد اسال. اوكي اكيد عدد ال اوكي تمام، عدد متأكد انه عدد المصابين بالكورونا اللي هو وصل 442، ده طبعا انا اللي شفته في قناة الجزيرة يعني حسب وزارة الصحة. وفي واحد هسه قاعد يقول لي معقد ان شاء الله، انه انا ما بعرف، لكن انا اللي داير اقوله اليوم عدد الاصابات طبعا، عدد المصابين بس في خلال اليوم صحيح 6 لو 67 يعني، ده حاجة خطيرة خطيرة جدا والله. مع رمضان ده انا ما بعرف ده هتعملوا شنو، او شو الوقايع اللي تقدروا تعملوها. تعالوا شوفوا انه انتوا هنا هسه، احنا عندنا هنا في فرنسا يعني دولة يعني من دول اللي زي ما بقولوا غنية فيها كل شيء، لكن لما انفلتت الكورونا يعني اليوم حالة الوفيات بس وصلت لهنا 24 ألف، يعني 24 ألف. تتخيلوا انه هسه زي بلد زي فرنسا دي وصلت ل 24 ألف، وهسه من امبارح واليوم بس شوفوا حالة الافراط في هناي يعني، في الحالات اللي قاعدة هناي تصعد في السودان يعني، بخوف شي بخوف. انا ما بعرف قاعد يحصل شنو بالذات من السعودية. صوتي شكرا لك كثير ناس السعودية، أخباركم شنو؟ إن شاء الله كويسين. باريس الكبرى وين في باريس؟ في إيل دو فرانس 93. باريس كبرى في إيل دو فرانس 93، أبارتمون 93، إذا أنت موجود في فرنسا يعني. حياكي وحيا الناس باريس، شكرا لك كثير، شكرا لك كثير. انت من وين عشان احييك؟ انت كمان ما قلت لي انت من وين. رمضان كريم، تصوم وتفطر على خير، الله يكرم، وانت كمان تصوم وتفطر على خير. بونسواغ بونسواغ، اخباركم شنو؟ ان شاء الله كويسين، الله يحفظك، شكرا لك كثير، شكرا لك كثير. بونسواغ كامو.
Je vais bien, merci. Et vous, comment vas-tu? Ça va, ça y est, avec le Ramadan. Maintenant, là, aujourd'hui, c'est 8e jour. Parce que je suis pas ici chez nous, c'est ça va. Ah, برنامج بتاع اللغة الفرنسية ده كيف تدرسي من جانب؟ لا يعني أنا قلت زي ما قلت لكم الأسبوع اللي فات، قلت أنا في رمضان ذاته أحاول إنه أعمل أكمل، يعني أكمل في البرنامج بتاعي. لكن شنو بصراحة بيني وبينكم يومين ده تعبت، يعني إنه حسيت إنه خلاص بقى وصلت للحد الأقصى. لما أرجع البيت ما اقدر اخش المطبخ اطبخ اعمل الاكل واحضر الاكل، وبعدين شنو اجي ادي حصه، وبعدين شنو تاني نرجع نشرب. لقيت الوقت شنو ما بيساعدني ابدا. ليه؟ لانه انا بطلع شغلي يعني ببدا من الساعه اللي هو الساعة 9 وبنتهي الساعة 5. مسافة بيتي وشغلي هو هناي ساعة مشوار بالمترو، مترو الأنفاق. يعني كدرجة البيت بكون جيت الساعة 6، الساعة 6 برتاح لي شوية، وبعدين ببدأ شنو تحضير الشراب. يعني 7 و8 و9 اللي هو شنو زمن المويات. يعني عشان كده انه ما حد حسيت نفسي تعبت، يعني ورمضان دقاني شديد 18 ساعة في اليوم صيام. ويعني بتجي تاني من الشغل تاني تجي تحضر مويات في البيت كده، لقيت صعب شوية، يعني لقيت حسيت انه بتعب. عشان كده قلت خليته. لكن اليوم طبعا محل ما انه هسه احنا الساعة 9 شربنا مويه، لكن شنو قلت هطلع لانه بكرة عندنا وطلة. بكرة عندنا وطلة، يعني بكرة هكون قاعدة في البيت، وبعد بكرة بعد بكرة طبعا بعد يعني اللي هو الجمعة عندنا وطلة، يعني اللي هو وطلة رسمية للدولة هنا بفرنسا. لكن عندنا مثلا الوطلة الثانية اللي هو نهاية الأسبوع سمدي دي مش اللي هو شنو سبت واحد. قلت يلا خلاص بدل ما بكرة وطلة وأنا قاعدة في البيت كده أخش معكم اللايف أعمل معكم دردشة. لكن هسه حشوف كده شغلة اللغة دي ممكن حعملها بعد الشراب، شايفة إنه بعد شراب الموية بكون أحسن. واحد يمكن يعمل نص الساعة أو 40 دقيقة بالكثير هنا، يعني انه اسمه شنو يدي درس او يدردش يخش يشوف احوالكم شويه ويدي درس ويطلع. يعني ده اللي هسه قاعد افكر فيه، لانه قبل المويات بتكون صعبه زي ما قلت لكم. بجي بكون ما عندي وقت كتير، بجي الساعه يعني الساعه 6 بكون في البيت، 7 و8 9 بكون مويات. يلا شنو تعب 8 9 ده انا بكون بحضر، يلا فوت المطبخ وحضر الاكل وكده. يعني عشان كده انه شنو هنا اسمه شو شوي صعب. فيد دو ترافاي، وي فيد دو ترافاي دوما سي 1er مي. با فيد دو ترافاي اون اريف با فير با هناي. عشان كده اوكي اسف في شو يعني يقول لي انه ما تتكلم فرنسي، كلمي معانا عربي. بحاول اتكلم عربي وفرنسي طبعا. في شباب يعني يكتبوا لي بالفرنسي، لازم اقرا وارد لهم بالفرنسي. حلو كمان انتوا ناس السودان كمان يمكن شويه كده تاخد فرنسي وكده. يعني متزوج؟ نعم متزوجة وعندي 3 أولاد. أوكي هذا موضوع. أوكي هذا موضوع، هذا موضوع. طيب إذا ما عجبك ممكن ما تخش تشوف اللايف أو تطلع من اللايف كله. يعني ما أنك مجبور تقعد إذا ما عجبك، ولا مع أنك مجبور تعلق ذاته. سكر، عمل كليك باب أوفوا ميرسي. ممكن أنا كمان ممكن أعمل لك تيك تريك ديليت، يعني ما مش مشكلة. يعني شبكة كعبة لايف تقطع كتير بعد. طبعا الشبكة يمكن عندكم هناك في السودان شوية كعبة، لكن احنا هنا عندنا أحسن شوي كويس، يعني ما دايما عندنا المشكلة دي الحمد لله. وضعنا كويس، وضعنا هنا في أوروبا كويس جدا. زي ما قلت لكم ان شاء الله من بكره هبدا نبدا الدروس. لكن انا ما بعرف كيف يا شباب، شو رايكم بعد هنا يعني بعد شراب المويه مع الوقت زي ده ممكن نبدا ناخد دروس بتاعه الفرنسي كله كالعاده قاعد اديون ده. والله في السودان حالات صعبه جدا، قبل كورونا صعب، بعد وصول فيروس كورونا لازم. ما هو يعني انتوا في السودان، انا يعني شيء اللي حس لافت لي نظري انه يعني من شهر الفات الناس قاعدة تتكلم عن في إصابات، في فيروس كورونا انتشرت، والدولة كانت قالت لا ما في حاجة زي دي، وفي إصابة هنا وفي إصابة، والإصابات كلها جاية من برا وكده. طيب شو اللي خلى هسه بس عندنا خلال كم يوم بس عدد المصابين وصلت ل 442؟ يعني سؤال إنه شو اللي خلى العدد المصابين
وصل ل 442. طيب إذا كان من أول ما في، يعني كانت الدولة رافضة المبدأ ده، الدولة كانت قالت تقول ما في أصلا، وقعدت جاية من برا وإحنا مسيطرين على الوضع. إذا أنتوا كنتوا مسيطرين على الوضع، كيف حسع بس خلال كم يوم يعني وصل لعدد المصابين 442، واليوم بس، اليوم بس عدد الإصابة اللي انصابوا وصلت اليوم، يعني اللي صابوا بس اليوم دخلوا المستشفى اللي هم شنو 67 يعني. وعدد الوفيات طبعا جملة اللي قالوا هم 31، وعدد الشفاء من ال 442 شفى بس 9 وهنا يعني 39 شخص. يعني ده السؤال بطرح نفسه، انه طيب انت دولة، انت قلت يعني انت مسيطر على الوضع وما في حالات إصابة وإحنا بلدنا بخير، لكن شو اللي خلى البلد البخير ومبارح ولا قبل كم يوم فجعة كده العصا هنا يعني الشدة انتشر بسرعة كده؟ يعني أكيد هو كان في من قبل، أكيد هو كان في الحالات دي أصلا موجودة، لكن في كالعادة يعني عندنا الحكومات بالذات إحنا في دول أفريقيا، أنا ما قاعد أحكي إنه عادي ولا شيء، لكن الحقيقة بتنقال عندنا حكومات تتماطل في الحاجات زي دي. وإحنا حاسة زي بلد، زي بلد سودان، سودان يعني ما فيها، يعني إحنا إذا كان في البلد إحنا ما قادرين ناكل، يعني السودانيين حتى ما قادرة تاكل، ما قادرة تشرب. طيب بالك لما تيجي حاسة الموضوع بتاعت الكورونا دي حتكون كارثة عالمية، وإحنا ما أنا ما بعرف عارف شو حقدر اقول لكم، لكن حاولوا انه انتم مواطنين انتم ذاتكم، حاولوا انه اهتموا بنفسكم، حاولوا انه يعني انه عاملوا يعني عامل احموا نفسكم بنفسكم، لانه مهما كان نقول يعني مهما كان نقول يعني اليوم طبعا يعني دولة قالت انه احنا عملنا سيطرنا الوضع وما بقى في اصابات واحنا مسيطرين، والاصابات الجاية الجاد دي طفيفة وخلاص. يعني الناس قلنا اطمنا، احنا خلال كم يوم ده اطمنا قلنا الحمد لله انه ما بقى في اصابات، يعني فيروس كورونا ما حنشوفه اصلا. لكن فجعة كده الحالات زي دي لما تظهر وفي السودان في الوقت ده بالذات في رمضان، ساعتها بتكون كارثة، يعني ساعتها بتكون كارثة. وربنا بس يحمي السودانيين كلهم، يحمي لنا كبار السن، ويحمي لنا هناي كبار السن اللي عندنا اللي في السودان. طبعا المرض بتاع الكورونا ده يعني أكتر الناس اللي هم كبار السن هم اللي بينتقل لهم المرض ده، لأن هم بيكونوا مسبقا عندهم أمراض في الجسم، مناعتهم ضعيفة ما زي الناس العادية، يعني الناس الصغار كده شباب يعني بكون وردي إنه شنو يلا ديل يعني دي بيعة يمكن بالنسبة للكورونا طوال شنو بمشي ليهم هم بصيبهم. يعني عشان كده ربنا يحمي كبارنا، وحاولوا إنه أنتوا كمان يعني حاولوا إنه خليكم بعيدين، حاولوا إنه ما تطلعوا برا كتير، حاولوا إنه احتموا. يعني هسه مثلا هسه كنت انا في الكورونا دي كلها في الحجر الصحي ده انا قعدت بس 3 يوم، يعني احنا يمكن هسه ماشي شهرين وشويه، انا قعدت بس 3 يوم في البيت، لكن كنت شغاله في الشغل ذاته. يعني انا في المواصلات بلبس كفوف وجوانتيات وكل شيء، وفي الشغل مثلا عندنا حتى جرس، يعني كل ساعه الجرس ده بدق نمشي نغسل ايدينا. يعني في شغل ما كتار نحن بالعدد، وكله مسافة مكتب لمكتب بيكون بعيد جدا، يعني لو دايرين نتكلم ذات واحد بيجي من بعيد بيسأل أو بالتليفون أو من بعيد يسأل إنه هو ده هنا اسمه شنو داير الشي ده أو حاجة زي دي من الدلو وكده. يعني ما كنا كتير هنا، لكن الحمد لله إنه كويسين وكل شيء تمام. عشان كده إنه أنتوا كمان ناس السودان حاولوا إنه عاملوا الشي ده عشان تقدروا. ليه؟ لأنه إحنا عندنا في السودان العائلة بتسكن في مكان واحد، يعني حبوبتي وجدي وكلنا كده ساكنين في حوش واحد. ده كمان يمكن بالبتاع بتاعت الكورونا ده الشباب بالذات انتوا اللي قاعدين تطلع برا ديل، حاولوا انه انت لما تطلع برا وتجي حاول خليك بعيد حبوبتك دي، ما تمشي لها طوالي كده تسلم عليها وكده. حاول شي غسل ايدينك والملابس اللي انت لابسه شيله برا، البس واحدين جداد وكده، لانه شنو هو الكورونا ده يعني بيقعد في الحاجات الجامدة أكتر كتير، يعني بيبدأ في منه مثلا زي هدوم وكده بيقعد 3 ساعات وبيطلع في الترابيسات والحاجات التانية دي بتقعد قريب 6 7 ساعات. يعني عشان كده انه انتوا حاولوا، يعني حاولوا مهما كان حصل خليكم يعني خليكم بعيدين من كبار السن بتاعتكم بتاع البيت ده، لانه شنو هم اللي معرضين كتير. انت لما نشاب طبعا ربنا
يودي بعيد ولا يصيبنا إلا الله ما كتبه لنا. لكن الشاب لما نحس زي ولد شاب كده لو انصاب بالمرض ده ذاته بيشفى، يعني بيشفى بسرعة، لأنه هي مرض صحيح احنا قاعد نقول خطير وكل شيء، لكن نفس الوقت زي يعني زي نزلة البرد والحمى العادية بتجي بطريقة زي دي، لكن فيها جحة وبعدين فيها شنو حاجات اللي قاعد نحكي يعني نتكلم فيها صارنا قريب شنو 2 3 شهور ماشي، يعني من هنا من شهر واحد يمكن الموضوع بتاعت الكورونا دي ظهرت. عشان كده انه حاولوا بصراحة بالله عليكم يا شباب ناس السودان بالذات، يعني احموا نفسكم بنفسكم عشان تقدروا تحموا كبار السن اللي هو حباباتكم الناس في البيت، تحمون من المرض ده، لانه المطر سوري المرض ده لو مسك انت شاب، انت لو شاب انت لو مسكك انت بتطلع منها، يعني ربنا لو ما جعل لك يومك بتطلع منها، لكن الكبير نفس الوقت برجع بقول لا يصيبنا الا الله ما كتبه لنا، والموت ذاته بيجي بيومه، يعني دي الناس اللي قاعدة تموت ده يوم ونجا وعشان كده قاعد تموت كده. لكن كمان شنو عشان ما يتعذبوا، والمرض ده لما يصيبك بيمسكك، يعني الناس الكبار السن بالذات بيمسكوك، واكتر شيء اللي بيأذينا اللي هما شنو الرئة والرئة والشرايين اللي هنا جنب الصدر ديل، ده هو اكتر شيء بيخليهم انه شنو ما يقدر يتنفسوا، بيخليهم انه شنو بيتعبوا كتير، يعني ده اكتر اهم شيء انه بيكتم النفس، هاي ده هو. عشان كده انه لو ما حصل معه حاجه يعني لو يوداه للموت ذاته ده ذاته عذاب، يعني ال 15 يوم اللي المرض اللي بيكون في جسمك ده يعني ده براه شنو عذاب عذاب، يعني عشان كده انت عشان تقدر تحمي زي ما قلت لك الكبار السن وأهلك والهناي، يعني حاول شنو ما تطلع برا، ولو طلعت برا حاول فاديون حبيبتك ما تجي تسلم عليها، خليك بعيد منها، ولو حابب ضروري انه تجي تسلم عليها خليك بعيد منها، يعني مسافة بينك وبينها لا قال يكون متر، تقول لها سلام وتمشي، وما تحبش الحاجات جنب البيت او جنب اوضتها بذات او جنب غرفتها او جنب يعني حاجات كده، حاولوا انه خسوا ايدينكم كويس عشان شنو تقدروا تحموا نفسكم وتحموا اهاليكم بناس البيت. ويسيسا نباويكو الله يهديك الله يهديك الله يهديك، الدنيا رمضان بعدين يا ابن الناس، احترم نفسك عشان تحترم. انا قاعد اتعلم تمريض، ما دكتورة لكن قاعد اتعلم تمريض. اوكي يا ربنا الحمد لله انا محترمة وبضلني محترمة، اللي بينبسوا ديل انتوا بس يعني شو بتستفيدوا، يعني شو بتستفيدوا بس بصراحة، انه انت لما تيجي تنبس وتعمل زي شو بتستفيد، يعني كده انه طلعت من الشيء اللي في قلبك طلعته، يعني ولو كان طلعت شو بتستفيد، لو ما عزيت نفسك ما بتقدر تعزيني، عاد ما انت نبستني ما حتقدر تعزيني، بل انت بتخليني انه بشوفك بنظرة تانية، انه خلاص وانا بكل بساطة ممكن اعمل لك ديليت عادي، لكن انت شو تستفيد، شو بتستفيد، تستفيد انت قاعد تدور نفسك تدور غيرك، شو تستفيد من الشيء ده، يعني عشان كده انا ما بعرف شبابنا بالذات في السودان، انا يعني انتوا وصلتوا للمكانه، شو اللي وصلكم للمكانه ده، انا ما بعرف، خليكم محترمين، خليكم سودانيين بتاع زمان، خليكم ناس عندكم يعني يا البيت، يعني هنا تربية البيت متربين، لأنه أنت لما تقعد تعمل حاجات زي دي لو ما احترمت نفسك ما في حدا بيحترمك، وأنت لو إنسان ما محترم حتى مش إنه أنت ما محترم لي أنا ده ما ولا شيء، لكن أنت ما محترم حتى ما حتحترم أختك ولا حتحترم أمك ولا حتحترم الناس اللي معك، يعني عشان كده إنه الله يهديك زي ما بيقولوا واحترم نفسك عشان تحترم. ما احترم كيف؟ اوكي حاجة المرض في حالات الإصابات قلت، لكن حالات الوفيات لليوم وصلت ل 23,000. مساء الخير، شكرا.
شكرا لك كتير، شكرا لك كتير، الله يعطيك العافية. صحيح، انا في النهاية لما الاقي واحد سوداني بيتعامل بهذا الاسلوب بيستفزني صراحة. السودانيين ما كانوا كده، لكن عاون الاخير بيبقوا كعبين، بالذات واحد يقعد ينبس ويعير، انت قاعد تستفيد شنو؟ بس انا اللي بسأل انه انت عم تستفيد شنو كنت تعير وتنبس؟ يعني ما حتستفيدش ابدا، بل انه زي ما بقول لك انه تحترم تحترم، وانت لو ما احترمتني، بل لو ما احترمتني انا شخصيا، معناته انت اصلا شخص اصلك منك محترم، ما احترمت ولا احترمت ولا بتقدر تحترم اهلك ولا بتحترم اختك ولا تحترم امك ولا بتحترم اللي في حواليك. يعني عشان كده انه بنبع على هذا الشيء. لكن انت لما تكون ابن بلدي سوداني قلبي بيوجعني، لانه احنا السودانيين مش كده، احنا السودانيين ناس نظيفين، ناس محترمين، ناس نحترم الخير، ناس عندنا ضمير، ناس عندنا قلب. يعني وهسه انا شيء قاعد اتكلم وما ما في شيء بيخليك انه تتنبس او تعير مثلا. يعني ده شيء سؤال بطرح نفسه. نعم، توفي اليوم شخص وصلوا ل 23,000 ميت، لكن نسبة الإصابات قلت، وقالوا إنه إن شاء الله بعد هناي الأسبوع الجاي اللي هو يوم 11 ماي حيكون هناي حجر الصحي حيفتح، لكن شوية شوية حيفتح المخازنات اللي هو الدكاكين والمحلات دي، لكن المطاعم ومطاعم والحاجات دي ما حتفتح، لكن كمان بطريقة انه نبسط، بمعنى انه ما حيكون زي زمان مثلا تمشي على كيفك او تعمل كل شيء على كيفك، لا، حتى يمكن دكان ذاته لما تمشي حيكون في عدد معين حيدخل جوه السوبر ماشي اللي هو سوبر ماركت دار تشتري حاجات. حتى المدارس هسه، يعني انا مثلا اليوم اتصلوا فيني ناس المدرسه قالوا انه شنو بيتي ما حتمشي المدرسه، هيشوفوا انه بيتين وصل ل 24,000 ولا لا، بس سكت اشرف. المهم وعشان كده انه حصل شنو في موقع، حصل انه اوكي، طبعا الاسوسياسيون بتاعت يونايتد ميجران لقت مكان هنا في يلدو فرنسا اللي هو سان دوني، عبارة عن بناية مبنى فيه 4 طوابق، مبنى قديمة فيه 4 طوابق، وفي كل طابق طبعا كل طابق فيه 8 غرف، غرف نظام مكاتب، غرف فاضية ما فيها شيء أبدا أبدا. هي كمنظمة مشت استلمت المكان ده وحاولت اتكلمت مع الناس اللي هم الناس النايمين في الشوارع والناس اللي ما عندهم بيوت عشان يجوا يسكنوا في المكان ده الا ما يشوفوا لهم سكن بديل. لكن وقت الحالي طبعا انت لما تكون قاعد في الشارع ما بتكون عندك شيء، عشان كده انه هم مسكوا المكان ده وقالوا انه شنو الناس اللي ما عندهم سكن كله يسكنوا، يعني يجوا يسكنوا. والحمد لله هسه عدد اللي مشوا دخلوا في السكن ده وصلت ل 40 شخص، وهم هسه قاعدين المنظمة، إدارة المنظمة هسه قاعدة في المكان ده وقاعدة تستقبل الناس، وقاعدة تناشد اللي هو الميري بتاعت المنطقة اللي هو إيلدو ساني عشان تقدر يساعدهم بالحاجات الباقية، لأنه شنو المكان فاضي بصراحة، المكان ما فيه ولا شيء، في خرف صحيح. طبعا 4 طوابق وكل طابق فيه 8 غرفة، وانتوا بتعرفوا شباب هنا يعني نظام الغرف كيف وكده. ومن من اول امبارح لليوم عدد الدخلوا في المكان ده وصلت، يعني اللي حاسه استلموه الناس منظمه يونايتد ميجرون وخطهم في المكان ده، وصلوا ل 40 شخص من كل الجنسيات. لكن في نقص في حاجات، هذا حاجات كتيره، لكن بيحاولوا انه يعملوا كونتاكت مع منظمات مجتمع مدني الثانيه عشان تقدر تساعدهم، عشان تقدر تجيب لهم شويه حاجات عشان الناس لما تجي مثلا يساعدون، يعني انه الناس تجي تكون عندها فرش، عندها مراتب للنوم، عندها مثلا أكل، يعني كده. وانتو شايفين الوضع هنا، يعني وضع بتاعت الحجر المنزلي ده صعب شوية انه يكون في منظمات بسهولة او بسرعة كده يقدروا يجيبوا لهم حاجات عشان توزعوا للناس. لكن هسه قبل انا اتصلت بمسؤول بتاعت المنظمة قلت له ها الوضع كيف وكده، قال انه شنو الوضع كويس وقاعد تجينا مساعدات من كذا منظمات واحنا قاعدين نحاول نساعد الناس اللي هناك.
لانه احنا ما كان في ايدنا شيء، وهسه الحجر الصحي ده طبعا ما في شيء عشان الواحد يقدر يعمل كتير شيء، لكن في منظمات واقفة معانا وقاعد تساعد، والحمد لله الكمية وصلت ل40 يعني. عشان كده وحسي انت كتبت لي العنوان هنا، انت لو من الناس اللي حابب زي ما قلت لك السكن ما فيه شيء، فاضي في غرفة وما في شيء جوا فاضي، ممكن تسكن كل ما تقعد شوية شوية حتى يجيبوا لك حاجات، انه عشان تقدر شنو تسكن في سكن. ودي المسؤول السكن ده او المكان ده هي مبنى هناي معلفة من 4 طوابق، وكل طابق فيه 8 غرف، يعني 8 غرف يمكن تضرب على 2 يمكن كتير. ونفس الوقت انه من اول تمبارح هسه من اليوم ده يمكن ده يوم الثالث، من اول تمبارح لليوم، واصل عدد الناس اللي ما عندهم سكن الوفدوا على المكان ده وصلت ل40 يعني. فيه شباب، فيه عيال، ناس بيكونوا عائلات، وفيه يعني ناس كتار من كل الجنسيات. وده المكان ده مسؤول عنه طبعا منظمة بتاعت يونايتد ميجران يعني، وفي شباب حتى سودانيين. يمكن حاسة زول كتب لي العنوان وقال لي حصل على أن المكان ده، أكيد مش شاف المكان ده وكده. زي ما قلت لكم ما في شيء، وأنا ما بعرف هسه في غرف فاضية ولا لأ. وفي ناس لو دايرة تشوف هسه، ده في واحد كتب عنوان هنا في اللايف، لو دايرة وحابة انه تشوف محل سكن وتسكن الا ما تشوف سكن بديل، ممكن يشيلوا العنوان ده وبكرة الصبح ممكن يمشوا ويشوفوا لو في غرفة فاضية بدون يعني. ده بنظام سكوات، هي نظام سكوات اللي هو الناس تجي تسكن، وبعدها يعني الناس تجي يعني دي وقت الحالي، وبعدها انه بيجيبوا لهم سكن بديل او بيشوفوا لهم طريق بديل عشان يسكنوا. وزي ما قلت لكم المكان ده مسؤول عنه منظمة بتاعت يونايتد ميجران، حاسة اللي انا عاملة فيه لايف ده هم المسؤولين عنه. حاسة في 5 اشخاص موجودين في المكان اللي هو مسؤول عن المنظمة، وفي 2 4 بنيفولا اللي شغالين في المنظمة موجودين. يعني انتوا لما تمشوا هناك، الشخص لما يمشي هناك او داير يسفسر من المكان او داير يمشي يشوف اذا في مكان فاضي ولا لا بلقاهم هناك. ونفس الوقت في امبارح عملوا منشور كده عشان يعملوا نداء عشان الناس اسمه شنو، عشان الناس تقدر تساعده انه كده. نزلوا ارقام تليفونات الناس الموجودين في المكان ده عشان شنو، واحد لما داري يستفسر او يعمل شيء عشان يقدر يتصل فيهم او يتصل بالاشخاص دي يعني. عشان كده حتى انت لو حشيت في المنظمة بتاعت يونايتد ميجرن هنا هتلقى انه ارقام تليفونات الناس الموجودين حسا في المكان ده اللي هو في الاسكوات اللي في السكن ده، ممكن شنو يساعد يعني، ممكن شنو ناي يعني، ممكن شنو تستفسر انه ده اسمه شنو، تلقى تمشي تلقى سكن ولا لا، او تستفسر من حاجات اللي انت دايره يعني. 155 احسن و je ne suis pas du tout quelle est votre question. سجل عنوان هسه وردي، في واحد سجل هنا في اللايف يعني، انت امشي فتش قدام هناك بتلقى انه في موجود، ممكن تاخده. سجل لنا عنوان هنا، وانا يمكن هسه بعدين بس اخلص اللايف هنا هسجله لكم هنا فوق، او اخدت لكم في اللايف فوق عشان اليوم ما في حصة، يمكن ما كان الحصة اخدت لكم هنا ده فوق، وممكن تاخدوا العنوان ده لانه هو هنا في إلدو فرنسا اللي هو في ساندوني، في منطقة ساندوني، إلدو ساندوني في المنطقة دي هنا، وممكن تمشي بكرة الصبح او تمشي تسألوا يعني. مدارس المدارس العادية للكبار اللي احنا قاعدين نتعلم فيها دي ما عايزين تفتح ليه؟ لانه المدارس من الروضات لحدود الثانوي، لكن الجامعات ما حتفتح. عشان كده انه المدارس العادية ما عايزين هتفتح، ما اعرف. لكن لو فتحت انا زي ما قلت لكم زي ما وعدتكم هعمل في لايف واقول لكم عدد المدارس اللي فتحت تلقاها تستقبل اللاجئين اللي هم بحاجة للدروس اللغة الفرنسية، بقول لكم عشان تقدروا تتلحقوا فيه. لكن هم وردي بيكونوا انه شنو الناس المسجلين مسبقا بس، ليه؟ لانه شنو هسه باقي يعني شهر 9، لا مش شهر 9 يعني شهر ايه، آخر 6 بيقفلوا يعني، آخر 6 اللي هو يوم 16 17 6 بيقفلوا، أو السنة الدراسية بيكون انتهت. تاني عشان ترجع تفتح إلا شنو شهر 9. ويمكن في جمعيات تفتح لكن ما خوفا على الكورونا فيروس ما حتفتح، أو ما حتستقبل ناس كتير عشان يمشوا يدرسوا أو يعملوا حاجة زي دي.
عشان كده انه السنة يعني اعتبروها انه السنة راحت، لكن ان شاء الله شهر 9 لشهر 9 بيكون وضع الكورونا شوية يتحسن، نسبة الإصابات بقت كويسة، وحاسة زي ما انتوا شفتوا اليوم حتى يتكلموا في الإذاعات أو في التلفزيونات قالوا إنه من هنا وطالع حتى عندك الكمامات والجوانتيات ديل هيكونوا موفرة في كل مكان. حاسة طبعا إحنا من بدأت الكورونا ما كانت متوفرة كتير، حتى في صيدلية واحد لما نمشي اسأل ما بلقى، انا الا اشتريت من امازون او ناس الشركه طبعا اندون جابهم من اشتروا، يعني احنا كان نجيب بضاعه من الصين وطلبنا حتى من الصين، لكن بعد ما الوضع بتاعهم انتهى. لكن شنو هسه قالوا من هنا يعني من يوم الاثنين الجاي حيكون متوفره في سوبر ماركتات اللي هو اسواق سوبر ماركت عادي، خير اللي تصيد يعني في مجازان كبار ديل عادي زي كالفوخ والديل يعني بيكون متوفرة، والباكي اللي هو الصندوق بتاع هناك ما بيكون حقه يعني أو قروش بيكلف 3 يورو وشوية، يعني بيكون متوفر، وحتى يمكن حيتوزع مجانا في المواصلات، يعني حتوجع مجانا في المواصلات زي في أي هنا مترو الأنفاق والحاجات دي حتتوزع مجانا لكل الناس. وعشان كده إنه زي ما قلت لكم ان وضع المدارس للكبار بالذات او معاهد عشان الناس تدرس كده شويه صعب، لكن ننتظر شويه لنشوف، ننتظر شويه بعد يوم 11 ماي وبعد الليال تنزل، لانه دير كمان عامل له هنا يعني في شويه زقزقه، يعني الناس ما متاكدين الناس كلها تمشي، الاولاد كله بيمشي مدرسه ولا لا. ليه؟ لانه حتى وزير التربيه قال، وحتى الدوله يعني وزير التربيه قال ما جبري، انت لو ما حابب ما ممكن ما تاخذ ولدك، يعني ما ممكن ما تاخذ ولدك على المدرسة. ليه؟ لأنه ما جبري، يعني هو أصلا باقي شهر ونص، شهر ونص تقريبا عشان المدارس السنة الدراسية تكفل. وهسه هم ليه؟ لأنه أغلبية الناس بتشتغل وكده بيكونوا شنو مجبورين انه يقعدوا في البيت عشان الاولاد، وحاسه هم دايرين الناس تشتغل، لانه شفتوا الاقتصاد الفرنسي وصل للزيرو زي ما بيقولوا، عشان الشركات واقفه، في شركات كميه شركات واقفه وكده، واغلبيه الناس طبعا عندهم عيال النساء وكده يعني عندهم اولاد وكده، عشان كده ما حيقدروا، عشان كده لازم يعني لازم يفتحوا الجاردوليات اللي هو الحضانات عشان الأولاد تمشي المدارس والناس تنزل الشغل. ليسي حيفتحوا، يعني لحدوت ليسي يعني لحدوت الثانوية حتفتح، لكن بعد الثانوية ما حتفتح جامعات، ما حتفتح يعني كده، لكن الليسي حتفتح زي ما قالوا، زي ما وزير التربية والتعليم قال انه ما في السنة ما في هنا بكالوريا، الناس ما حتمتحن بكالوريا، اللي هو الناس اللي عملت تخازيم سمست اللي جابت نسبة كويسة في تخازيم سمست هم حيدون باك طوالي، يعني عشان كده انه الناس الممتحنين طبعا هنا اغلبيتنا ما ممتحنين ما في سودانيين هنا بمشوا الليسي، لكن هنا الفرنسيين والناس التانيين يعني الناس اللي في الليسي طبعا ترمينال دوباك اللي هو سنة ثالثة ثانوي، أو بيكون بروفي اللي هو سنة ثامنة زي ما بيقولوا هنا، وهنا سنة 9. الحمد لله الناس اللي كانوا عندهم في تخوازيم سمست علامات كويسة يشكروا ربهم عشان ما هيكون في امتحانات السنة دي، لكن هياخدوا البروفي اللي هو داك هياخد البكالوريا وإذا نتيجته كانت سامحة في تخازيم سمست، وداك هياخد البروفي اللي هو سنة 9 هنا، وفي السودان اللي هو سنة 8 بكون اوريدي السنة الجاية بيمشي ثانوي. تمام يا سيدي، المهم انا قلت بس اخش ادردش معاكم شوية اشوف اخباركم وكده، وان شاء الله بكرة هاجي اجيكم بحصة وهنا يعني عايزكم بحصة وبكون كويس، انا ما بعرف ما قلت لي بعد الفطور ولا قبل الفطور هو احسن كده يكتبوا لي، عشان لو شفتوا انه قبل الفطور احسن وكمان هحاول اخد من وقتي نص ساعة اخدته، لانه كده كده انا بكون قاعدة في البيت ما عندي شيء بكرة وبعد بكرة اللي هو فونغودي اللي هو يوم الجمعة، سامدي اللي هو يوم السبت، ديموش اللي هو يوم الاحد بكون هنا ما عندي شيء، لكن لاندي بنزل الشغل لانه عندنا فيريه اللي هو يوم هنا امين جلسي بقى، حتى في شباب سافر يعني يمكن شكلهم اليوم شباب ما في شيء، شباب السودانيين كتير الناس اللي في السودان، سألتهم يعني حالة الإصابات في السودان وصلت ل 442، وحالة الإصابات اليوم بس
اجمالا ده طبعا. واليوم بس وصلت ل 6 67، وحالة الوفيات وصلت ل 31، وعندك حالة الشفاء، الحمد لله يا سلام، وصلت ل 39. كلام ده صح؟ في 2 قالوا لا كلام ده صح وكده، لكن تاني ما هنا بعد الفطور ممتاز. اوكي بقى انا دايرة ده ذاته عشان تقولوا انا ذاتي دايرة بعد الفطور، بصراحة بكون بعالة كويسة وما بكون تعبانة وكده، يعني يمكن ناخد وقت اكتر بعد الفطور. ممتاز، فكرة جيدة، انا معاكم، انا ذاتي حابة بعد الفطور بصراحة. رمضان كريم، تصوم وتفطر على خير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، وانت كمان تصوم وتفطر على خير. بعد الفطور. اوكي يا بخيلو موجي، اوكي سوبر، بعد الفطور. اوكي ميرسي بوكو، با جو سوي داكو افيك بو. نو 17 سي دور ان فيت، الساعة 4 او لا لا سي دور. الساعة كام ان شاء الله؟ بعد الفطور الساعة 10 بكون احسن كده. يلا ناخد وقت شوية وندردش وناخد حصة، وبيكون يعني عندنا وقت، بكون اكلنا وشربنا وعملنا قهوتنا وكل شيء بكون بخير. نصحصح شوية ما احسن؟ سؤال عندي واتساب، ما بوصل سوسر، يعني مشاكل كبيرة يا أولادي. أوكي ما في مشكلة، ممكن أنا أرسل لك بعد الرقم. أفانت مي فانتو سي كم ساعة؟ الساعة 8 أنا قاعدة أحضر فطار يا جماعة. أنا ست البيت بعمل بطبخ بحضر، يعني فانتو جيت عملت حصة وبعدين عامل شنو؟ عايز أغلبية شايفة يعني يقولوا بعد الفطور. أوه إيش في كونتون. اوكي بعد الفطور، بعد الفطور الساعة 10، لأنه بكرة وبعد بكرة أنا قاعدة في البيت، يعني ممكن نعمل ده بعد الفطور الساعة 10، بكون نقعد مثلا بعد نعمل حصة وندد شوية ونسأل أهوال ونتكلم شوية اون فرونسي، انتو تردوا ليا وكده يعني. قبل الفطور، لا سي دور ان فيت، قبل الفطور ليه بس كده؟ بعد الفطور شكرا تمام. اوكي سيتينغ D'accord, donne tout de quoi demander après. Après-midi? Comment ça? Ok, Ramadan Karim. Ramadan Karim, parfois, c'est fait dire je vais bien, merci. أنا قاعد أقول لكم قولوا لي بعد، يعني الأغلبية قالوا بعد الفطور، يعني سي كونتون. أنا ذاتي دايرة بعد الفطور، بكرة وبعد بكرة بكون قاعدة في البيت بعد الفطور زي الساعة 10، نجي ناخد الحصة وندردش شوية ونمشي. اوكي الساعة 10، وي الساعة 10، بارفيت ميرسي بوكو. اوكي مدام وي جي في بيان ميرسي، اي فو ما شاء الله عليك، شكرا شكرا لكم كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تصوم وتفطر، وانت تصوم وتفطر على خير. تمام بيل سوكمو. Je suis bien, la garde, je vais bien parce que j'avais déjà mangé. J'ai besoin de thé, de café, je suis en forme en fait. Vous voyez? À toi. Ok, c'est lui, comment? J'espère que tout va bien. Ramadan Moubarak, Ramadan Moubarak, merci beaucoup. Oui, tout va bien, alhamdulillah. Tout va bien. Maintenant, on est du 8e jour du Ramadan, alhamdulillah, tout va bien. Après le Ramadan, bien. Ok, cool. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. C'est بعد الفطار مناسب جدا. شكرا. Oh, je suis content. اصلا زول بقول لك قبل الفطور تمام. مش كده يا حلا؟ يا حلا منى، اخبارك شنو؟ ان شاء الله كويسه. عمونه معاكي، عمونه كيفك؟ ان شاء الله كويسه، شكرا لك كتير، قاعد تكتبي لي وقاعد تساعديني. ميرسي بوكو مدام. وي سوبر باش بوكو بابا دوزار لا سي سي بابل، ميرسي ميرسي سي جونتي. دونك بريف با فينالمون جي دي ميرسي بوكو ا تول موند. با دوما ا 22 اور اون في لو كور اي اون ديسكوت ان بو داكا. اي بونوي، أقول لكم مع السلامة. إن شاء الله بكرة هرجع لكم الساعة 10 وهناخد الدرس وهندرد شوية وتعشوا، وما تتقلوا كتير عشان تقوموا تسحروا.
وتنام على خير. طبعا حسا عندنا اسبوع كده ونقعد ناكل كويس، لكن على ايام الجاي هناكل كويس، لانه بدايه رمضان واحد ما يقدر ياكل كويس، لكن هسه كده نوصل رمضان واحد بيقدر ياكل يعني ساحره ان شاء الله ببلحه ومويه. وادعو لناس السودان الكورونا ما تنتشر عندهم كتير. وان شاء الله انا بكره هلقاكم بلايف تاني. علي سالي بونوي.